السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد معي في قناتكم قناة حلويات أم عبد المغيث. دائما مع الجديد والمفيد، رجعنا لكم بسلسلة ديال الوصفات أو ديال الفيديوهات اللي غادي نقترحوا عليكم خلال هذه الفترة من هنا يا رمضان إن شاء الله بإذن الله، وأنا متأكدة بأنها غادي تفيدكم بزاف 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 بزاف. وصفتنا اليوم هي علاج فعال أو وصفة ديال الناس زمان اللي غادي نعالجوا بها مشاكل ديال القولون، الالتهابات، التقرحات، الغازات وغيرها، كذلك المشكل ديال قلة الامتصاص ديال المواد الغذائية، خاصة بالنسبة للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الامساك. غادي نقول لكم بأن هاد الوصفة جد رائعة. الناس اللي كيعانيو من بومزوي وكيعانيو كذلك من مشكل ديال التهابات ديال المعدة، التقرحات والحموضة في المعدة، نتمنى أنكم تبعوا معايا الحلقة حتى الأخير. كذلك الناس اللي كيبحثوا على الفيتامين بي وعارفين الدور ديالو الكبير بالنسبة للجسم ديالنا، وكذلك بالنسبة للمخ والذاكرة وغير ذلك. الحصول وصفة 100 100، بقوا معايا، وفرجة ممتعة لجميع الغاليات وكذلك بالنسبة للناس اللي كيتفرجوا فينا مع عائلة. بسم الله على بركة الله نبدأ الحلقة ديالنا. ما تنسوش جيم ولايك للفيديو وكذلك اشتراك او لصابوني في القناة باش هكا توصلوا بجديد الفيديوهات، بارتاج مع الاهل والاحباب والاصحاب، استفدوا وفيدوا واستفدوا. نبداو على بركة الله. المكون الاول ديالنا كيساهم في العلاج او لا في القضاء على مجموعة ديال المشاكل ديال القولون، بحال المشكل ديال الامساك بس بخذكرنا، كذلك التشنجات، والشيء الاهم 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 انه كينظم بالنسبة لنا الدورة الدموية، بحيث انه كيساعد على تهدئة الجسم واسترخاء العضلات، والاهم من هادشي كامل كينظم الحركة ديال القولون وكذلك يحد من المشاكل ديالو. فيه مجموعة ديال الالياف وكذلك فيه مجموعة ديال الفيتامينات اللي مهمة واللي لازم اننا نستعملوها، مفيد بزاف بالنسبة للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال السكري وضغط الدم. وبالمناسبه الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال السكري، نبغي نقول لكم باننا غادي نقترحوا لكم وصفه طبيعيه 100% اللي غادي تقدر انها تنظم السكري، وكذلك غادي تخلصكم من مشكل ديال الارتفاع ديال السكر التراكمي، خاصه نحن على ابواب رمضان ان شاء الله باذن الله. وعارفين سيدنا رمضان كيكثروا الشهيوات، كيكثروا السكريات، وكيكثروا كذلك المعسلات. هادشي اللي غادي نقول لكم، حاولوا انكم ديروا هذه الوصفه قبل من رمضان باش ان شاء الله باذن الله ملي يجي رمضان يلاه كيلقاكم السكر ما يلقاوش مرتفع. نرجعوا للموضوع ديالنا. كيف سبق وذكرت بالنسبه للمكونين ديالنا، كيقلل امتصاص الدهون الضاره في الجسم، وهذا علاش كينفعنا بزاف 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 حتى بالنسبه للناس اللي عندهم الكوليسترول. وانا غادي نقول لكم كيفاش غادي تستعملوه. كيعمل على خفض نسبه السكر وكذلك في الدم ديالنا، كذلك كينفع بزاف 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 بالنسبة للناس اللي عندهم هذاك المشكل ديال القرحة ديال المعدة نتيجة الحموضة، بحيث انه كيعمل على الامتصاص ديالها. وهنايا نبغي ننبه لواحد الحاجة جد مهمة، انه الى اعتنينا بالجسم ديالنا من الداخل ديالو وكذلك صفيناه من السموم وعالجنا المشاكل ديال القولون، صدقوني بانه غادي نحصلو على وجه ابيض واشراقه بيضاء، وكذلك غادي تصفى الوجه ديالنا من حب شباب وغادي حتى من هذوك المشاكل اللي كنعانيو منها في البشره والشعر، لان كل شيء مرتبط. وعلاش لا، الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله نقدم لكم هذا النوع من الوصفات اكيد الى بغيتو. المكون ديالنا ديال اليوم اللي هو الرده. الرده اللي متواجده في كل دار في كل بيت، فوائدها كثيره، خاصة بالنسبة كيف ما قلت لكم للقولون او للمصران، لان كل شيء مرتبط في الجسم ديالنا. الاستعمال ديالها ضروري في كل افراد الاسرة. نكمل معكم الفوائد اللي فعلا غادي يدهشكم وغادي تبهركم من اللي تعرفوها. ما نساوش كذلك بالنسبة للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال الانتفاخ وكذلك الغازات، غادي ينفعكم بزاف 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 بزاف، وكيعمل كذلك على امتصاص الماء من الامعاء. وحاجه اخرى اللي جد مهمه، انه كيمنح الجسم ديالنا اولا كيساعد باش ما يبقاش هذوك العضلات مقبوضين اللي تيكونوا في القولون اولا في المصران. كيعطينا كذلك الاحساس بالامتلاء وبالشبع،
وكيساعد على إنقاص الوزن لأنه فعلا قليل في السعرات الحرارية. حاجة أخرى اللي جد 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 مهمة، نبغي نقول لكم أن الناس اللي كيعانيو من الإمساك كيعانيو من القبض غادي ينفعهم بزاف 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 بزاف. كذلك بالنسبة الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الرواسب والمخلفات لسنوات في الجسم ديالهم، هذه هي الفرصة فين تبعوا معنا هذه الوصفة. انا كيف كتشوفوا معايا درتها في المقله من بعد ما ديتها وجبتها وتحمرات، وردوا البال ان العافيه تكون مهيله باش ما تحرقش ليكم. غادي ناخذوها ونحاولوا اننا نديروها في واحد الانيه ديال الزجاج، وغادي نبداو نبردوا فيها بهاد الشكل. ما نساوش بانها جد مفيده بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال حب شباب، وكذلك الناس اللي كيعانيو من الهالات السوداء والبطور في الوجه. غتقولوا لي اش قرب حب شباب المصران، اش قرب حب شباب المعده، اش قرب البطور والهالات السوداء في الجسم ديالنا، في العينين ديالنا اولا في الوجه ديالنا القولون. بغي نقول لكم بان الاعضاء ديال الجسم ديالنا مرتبطه مع بعضيتها، هذا من جهه. وملي تيكون مشكل ديال الامساك اولا تيكون مشكل ديال الدهنيات زايده في القولون، كتأدي بينا المشكل ديال حب الشباب. ملي كتخرج فيك حب الشباب اولا كيخرجوا فيك بوتور اولا، هذا عارفي بان الجسم ديالك لداخل كيعطيك دي سين اللي كيقول لك راكي ماشي هي هذيك. دونك قلبي على الخطأ فين كاين، قلبي على الخلل فين كاين، لانه بعض المرات هذه غير بين قوسين. ملي كتكون مثلا مشكل ديال الهالات السوداء، بعض الناس كيصحبيهم غير من التعب ولا من العياء ولا من هذا، لكن كيكون السبب ديال ان الكبد كتكون مرهقه او متعبه من الدهنيات، او التي يكون تسمم في الجسم ديالنا. هذاك الشيء علاش كيعطيونا هذوك الهالات السوداء. كذا هو مثال بالنسبه للقولون. بعض المرات الناس كيحسوا بديك السخفه بالعياء بالتعب، او لا كيحسوا بالبشره ديالهم وجههم صفر ولا مزير ولا زرق. بعض المرات كيكون مشكل ديال القولون او لا ديال بومزوي، لانه كيف ما تنقولوا كيكون هذاك المشكل ديال الجسم ما كيمتص، اولا الامعاء ما كيمتصوش هذوك المعادن والفيتامينات اللي كندخلوا ليه. هادشي علاش خصنا دائما نهتموا بالاعضاء الداخليه ديالنا. وكذلك حتى بالنسبه للدوره الدمويه، كما سبق ذكرت بان هذه الوصفه كتنفعنا بزاف 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 في الدوره الدمويه والتنشيط ديالها، لانها كتمتص الدهون الضاره. وندوزو للمكون الثاني اللي الدور ديالو كبير في تعقيم الجسم ديالنا، كذلك يخفف علينا المشكل ديال الالم وتقويه الذاكره، وكذلك كيقوي لنا الذاكره وكيعالج المشكل ديال الالتهابات، وكيتعتبر انتي بيوتيك طبيعي 100%، خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الالم في البطن، عندهم مشكل ديال الغثيان، عندهم مشكل كذلك ديال المعده. وهذا علاش كنسمعوا من بكري انه تينفع في حاله ديال التخمه. اكيد من خلال الصوره عرفتوني علاش كنتكلم، انه الزعتر. وما ادراك ما فوائد الزعتر الجمه التي للاسف شديد لا نعيرها اهتمام. بكري كانوا كيتستعمل اولا كان كيتستعمل في مجموعه ديال المشروبات، كان كيتخاد من وراء الغذاء، والهدف ديالو هو انه كما تنقولوا كيحيد هذوك المواد او اللي غادا تسمم لينا الجسم ديالنا، وهذوك المواد اللي كتكون ضاره في الجسم ديالنا. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الفيتامين سي، بغيت نقول لكم بانه غني بالفيتامين سي بزاف. كذلك بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الفيتامين ا غادي تلقوه فيه. الناس اللي كيقلبوا على النحاس راه جد مفيد بالنسبه ليكم اللي كنتو كتقلبوا على الفيتامين ديال النحاس. الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم راه غزال ورائع، لانه كيحتوي على كميه كبيره ديال الحديد. هذه من جهه. كذلك عنده فوائد كبيره بالنسبه لعلاج المشاكل ديال الهضم، امساك، انتفاخ، تشنجات. وهادشي علاش جمعنا ما بينه وما بين المكونات الاخرى في هاد الفيديو. هنا كيف شفتوا كل كاس ديال الياغورت غادي نضيف عليه تقريبا جوج ديال المعالق.
وغادي نخلط المكون جيدا 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 تينسجم، وخصو ما يكونش قاصح بالمره باش نقدروا اننا نبلعوه وكذلك نتقبلوا الجسم ديالنا. ما نساوش بانه مهدئ طبيعي الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديالهم بسبب الاضطرابات المعديه ومشاكل الجهاز الهضمي. هنا كذلك نبغي ننبه لواحد الحاجه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال التقيؤ ديال الغثيان، كذلك ديال الصداع في الراس، راه يقدر يكون عندكم مشكل ديال القولون او لا مشكل ديال المصران، ولا تيكون سبب الاضطرابات اللي كتكون في المعده. دونك هنايا حاولوا انكم تعرفوا السبب مناش، لانه بعض المرات الناس كيعانيوا من مشكل ديال الصداع في الراس وكيصحاب لهم بانه راه الشقيقه اولا البرد في الراس اولا هذا، انما راه تيكون حتى مشكل ديال القولون اولا المسترد. غادي نخلط هاد المكونات جيدا وغادي نضيف عليهم واحد نص معلقه ديال الزعتر فقط، ومن بعد غادي تولي تناوليه كل صباح على الريق بدون ما ناخذ اتاي او بدون ما ناخذ شيء، اولا ممكن اننا نستعملوه في الليل لانه غذاء متكامل كيف ما تنقولوا. ما بقى لي الا نودعكم، نقول لكم تهلاو في راسكم والى اللقاء في حلقات اخرى ان شاء الله باذن الله مع الجديد ديال الوصفات.